انتخابات. طبعا عشان بلدي، بلدي الحلوة الجميلة اللي عاوزين نرفعها فوق فوق للسماء وتبقى قد الدنيا مع السيسي. يعني انت نازلة النهاردة حب في السيسي؟ عشان ارفع رؤوس الناس دي كلها والاعداء واكيد الاعداء. طب والناس اللي ما نزلتش قالت لك ما فيش امل، انا مش هنزل، انا مش هغير حاجة؟ لا ده دول جبنة، دول يعني هو ربنا بقى يعني يتولاهم. ما بنقولش الا كده. تمام. طب تقولي ايه الكلمة؟ عايزاكي تقولي كلمة على مصر. كلمة نقول ربنا يحفظ مصر بشعبها وبالسيسي.